لا يختلف اثنان حول أن الخبز يعد من المأكولات التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، إلا أنه تفاجأ بارتفاع أسعار الخبز هذه الأيام. دليل شنو هذا؟ أنا ما أعرف. أنا كل شغل لك يعني بيجالينا عجيب. بيجالينا عجيب مشينا في أوتيل قلنا كل ما بزاي بثلاثين ريال. شنو قال الفارين بيجا خالي؟ فارين بيجا خالي يعني ما الخالي بيجا كل الاستوك القاعدة ما لازم يساقوا لنا في تمنا بعدين بعد كمل الهم مجلم خالي قبل يزودوا لنا تمنا. صحيح صراحة إن شاء الله أثر معنا مرة واحد. نحن تجار مرات شيء لقى فيه مرات لقى ما فيه ما بيجا غالي. هسه مرات يلا تفجر يقوم يمشي أكل بدري قبل كما يمشي أكل يقبل ده بس فطورهم فوق بعد. تجاه هذه الحالة فقد طالب المواطنون التدخل الفوري للحكومة. احنا في دارنا هنا ما غنسوا قاعد يجيبوا من برا، اكيد اكيد قاعد يجيبوا من برا، اما ما درك بس درك طوالي يكسبوا للشعب مش لماسه كامل كامل. خليها حكومة يجوا لكم مرسان دول يجوا لهم عدل كبه يجوا لهم ده مش كده ما يقع ما بي قاسي سي بي قاسي، لكن ندور شنو من الحكومة. الحكومة تشيل الشغل ده بكامل همتها، شغل ده بس كوميرسان يشولوا اي واي هو تبريع لدور اسا اي شيء في مارشيه ذات. مختلف المخابز التي وقفت عليها كاميرا التلفزيون ارجع مسؤولها السبب الى ارتفاع سعر دقيق القمح. فرين زاد وقف كل زاد، لو ما بدنا علينا اوغمنتاسيون حاولنا فيها عشان نرد الكونسوماتير ذات دي سان فران، لقينا نفسنا خسرانين. يعني الفو شنو ماكل السافران ده نبوته ولا ناس من البرو وناس من البرو والكبان دول شنو لك من يساوي بالسام ده سعر ده اللي يقدر يناسبنا شوية نقدر نشوفه. أيام قليلة فقط تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يستهلك فيه المواطنون الخبز بشكل كبير مقارنة بالشهور الأخرى، فعلى التجار عدم اغتنام هذه الفرصة لرفع أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى.